صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا أحضر الدروس ونيتي في طلب العلم رفع الجهل عن نفسي، وليس في نيتي تعليمه للناس، فهل نيتي صحيحة؟ صحيحة لكنها ناقصة، لكنها ناقصة. تنوي أنك تتعلم وتعلم الناس، تكون عندك هذه النية، تكمل عندك النية الصالحة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه أنهم يحذرون. نعم.